السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتنا. أوضحت مصادر لـ 360 سبور أن بعثة المنتخب الوطني التي وصلت مدينة الدار البيضاء تضم الطاقم الإداري والطبي للمنتخب، إضافة إلى 5 لاعبين وهم أحمد رضا التكنوتي وأنس زنيتي وعبد الكريم بهدي، إضافة إلى يوسف الناصري وياسين بونو المحترفين بالدوري الإسباني. وكان الفرنسي هيرفي رونار قد سافر للسعودية لمفاوضة الاتحاد السعودي لتدريب منتخب بلاد هذا الأخير، فيما فضل باقي اللاعبون المغاربة المحترفون بالدوريات الخارجية والأوروبية العودة إلى دول فرقهم بعدما كانوا يفضلون خلال السنوات القليلة الماضية قضاء عطلهم السنوية الصيفية بالمغرب. يذكر أن المنتخب الوطني المغربي كان قد ودع نهائيات أمم إفريقيا من دور ثمن نهائي على يد منتخب البنين بالضربات الترجيحية 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله، علما أن منتخب الأسود كان قد بلغ الدور ذاته بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما حل منتخب البنين في المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط. عينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الإطار الوطني المغربي جمال السلامي مدربا للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، وسيساعد السلامي في مهمته الجديدة كل من سمير عجم كمساعد أول وسعيد بدور كمدرب للحراس. وجاء تعيين السلامي على رأس المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة استعدادا للألعاب الإفريقية المؤهلة إلى أولمبيات 2020 والتي ستقام في المغرب في غشت المقبل. يذكر أن القرعة أوقعت المنتخب الوطني المغربي إلى جانب منتخبات الكوديفوار بوركينا فاسو ونيجيريا، وستجرى جميع مبارياته على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.